احسن شيء طبعا اللحم يتبل قبلها بليله او من الصبح حق بالليل. الحين اوريكم التتبيله. البصله كلش يعني مضروبه مثل العصير كلش كلش اوكي، وشويه ثوم مهروس زين، وشويه زنجبيل مو وايد اوكي. هذه الاشياء الاساسيه، والحين احط لكم اللي هو البهارات. احط عليه شويه جوز الطيب اللي يحب طبعا، وملح. هذه بهاراتنا، ملح فلفل اسود، كل التتبيله راح اكتبها لكم. ملح فلفل اسود جوز الطيب طبعا، بعدين راح افرشهم سلايس، وراح احط خل وزي زيتون من كشي شوي شوي، خل تفاح ايوه، وهذا الوستر صوص وزي زيتون شوي زي زيتون تمام، وستر صوص مو وستر وستر صوص، راح احط لكم اسمه وشكله. راح اخليها من بالليل لغايه باكر، ونسويها بقسماط وبيض وطحين وكذي ونقليها. عقب ما صار تقريبا 24 ساعة على تتبيل البفتيك او السكالوب اللي تحبونه اوكي، راح ناخذ قطعة قطعة. اول شيء نقطعها طحين بيض بقسماط، نحطيها زين من كل الجوانب الطحين، بعدين نقطصها بالبيض عشان تمسك التغطية، يعني راح احطها بالثلاجة تمسك، بعدين احمرها تحمير غزير بالبقسماط، اثبت التغطية عدل اطقها كذي اي وقت، وقطع كبار صغار اللي هو. مرة ثانية اعيدها لكم بالاعادة افادة. البيض يعتبر مادة لاصقة، في ناس يقولون حليب يمشي الحال بس ما ينزل مثل البيض. ونحطهم بالثلاجة اوكي عشان تمسك لغاية وقت الوجبة سواء غدا او عشاء، يعني قبل نص ساعة نبتدي نحمرها.